ايوا هنا باكم العبدي ولا اخوكم العبدي. ها هو ان شاء الله دابا كيف ما كتشاهدوا نصرت الحريره، الحمص، العدس، الكرافس، القزبر، المعدنوس، البصله، مرضيشه، عظيمات، الحيمات، وشويه البزار، شويه الخرقوم بلدي، سكنجبير ما تكثروش فيها، سيرتو الا كان سكنجبير باقي جديد راه كتجي حريرته مجهده. ديما غير القياس، ديما البزار اكثر من سكنجبير في الحريره. الا درتو سكنجبير اكثر من البزار او قد المهم سكنجبير كيجي غالب. والخرقوم بلدي كيف ما كثرتوه كيف ما مزيان، كله على حسب قاميلته ولا طنجرتو، هادشي اللي كاين. وشويه السمن الحار والملح دائما بالطبيعه ضروري على حسب الذوق. كاين بعض الناس اللي ما كيديروش الملح من الاول، كيقول لك مثلا باش الحمص يطيب او العدس يطيب. الحمص الا طياب طياب، ما طيابش ما طيابش، كذب عليكم كذاب. ضروري من الملح باش هذاك الحمص ما يجيش طياب وباسل بحال طيبوها لي، لا خاصو يجي طياب الحريره واخد داك اللقامه ديال الحريره. ومرحبا بكم هنا. بالنسبه لنا ها انتم كيف ما كتشاهدوا جابوا لنا الدجاج. دابا بعد ما دوزنا النهار ديال الرجال والطلبه جابوا الدجاج ديال العيالات. شوفوا الدجاج كيفاش جا، راه مغسول منقي مصوب، ولكن ضروري ما غادي نعاودوه ان شاء الله. جناه من سبت كزوله باكم العبدي، راه مشى حسن وتقاد وتقرشل وتنجر وتغزل وعاد جا. ياك ابت الحمري؟ أيه. على انا هو ديال قبيله؟ لا ابت خويتي؟ لا. ها ايوا ندوه شويه في شبابنا اللي يقول لك العبدي راه شرف وصافي، حنا غنبقاو تابعين على الدنيا. ايوا الحمد لله. انتم الدجاج هو كيتغسل، راه معاهم العيالات، راه ما كنغسلش انا الدجاج، ولكن المهم حنا من لبيتي راه حنا معاونين مع بعضياتنا وصافي. الدجاج ديال البارح راه لقيناه مغاسلين ومساكن بحدهم، وكاين السمار كيقطع الحمد لله على كل حال. ايوا هباكم العبدي مشى رجع للحالة، حيت تا هو دز هاد البطانة اللي لاصقة ليا على وجهي. تبارك الله على السي عزيز، مشيت مع خويا عزيز، تحية الناس تقادير، المغاربة كاملين. اليوم لقيت على الناس ديال أكادير، الروت أكادير، مرحبا بالشلوح، وفين ما كنتو وريافة صحراوة، وتا واحد ما يبقى فيه الحال. والمغاربة من طنجة للقويرة، من وجدة حتى لصويرة، مرحبا بكم. دوزوا معانا العادات دوكا، هانتوما راه مازال الليل، هالبولة شاعلة، الدجاج غيتصوب غيتشرمل غيتقاد الصباح ان شاء الله. ندورو الحريرة هي سيرة كطيب كيف ما كتشاهدو، ونقادو الدجاج ودوزوا معانا الروتين ديال الخدمة ديال النهار تاني المناسبة. العرس كي قلت لكم ديال بنية، الله يثبت لها الغرس، الله يجعلها كل شيء بارك مسعود، والله يفرح جميع الوالدين بوليداتهم، ويثبت البنيات بعقولتهم، ويدقوا وليد وتادهم ويولدوا ولادهم. وتحية لكم كاملين، مرحبا بكم. إيوا الناس صباح الرباح وصباح ربي فتح، بعد ما صباح الخير تبارك الله وصفى عندي الدجاج، راه صباح ناشف. هاد الدجاج كيف قلنا لكم ها هويا ناشف. هنا ان شاء الله القناصي هما كيف العادة، باش غادي نسلقوهم في الطنجرة. بنت خوتي هي والبصلة. صوبت انا يا الربيع، بنت الحمري كتنقي في التومة كيف ما كتشاهدوا. البرمة ديال الكلمة دائما كتكلى. والحريرة ديال الصباح كيف ما كتشاهدوا هي هذه. الناس رسالات وفقرات، ومرحبا بكم كاملين معنا في قناة خوكم عزيز العبدي. بالنسبة للدجاج هانتوما كيف ما كتشاهدوا، حنا رجعناه يطيب. 50 ديال الدجاج اللي كانت عندنا البارح، و 50 ديال الدجاج كانت عندنا اليوم. هانتوما كيف ما كتشاهدوا، درتها في 4 12، ولكن الدجاج اليوم جابوه لينا غليظ. الدجاج ديال البارح زوين، الدجاج ديال اليوم غليظ بزاف، ماشي مشكل، المهم حنا غنساعدو معاه حتى يطيب. بالنسبه للدجاج لا كان غليظ دائما ما تغفلوش عليه، ما يبغيش يتغطى بزاف، تخرج 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 مزيان حتى كيطيب مزيان، لانه كيغدر وكيشمت، والا طلقتو عليه العافيه اكثر من القانون غطيتوه كيتفرقع من برا، ومن الداخل كيبقى خضر. فلهذا حاولوا على الدجاج، الدجاج
راه فيه تقريبا جاي 3 كيلو، فايت 2 كيلو اونص. الا هاد الفرير جات هما اللي رقاق، انا حطيتهم من هنا من الفوق. دجاج 2 كيلو، الاخوات كيقسولوني 2 كيلو الا كنتو غديروا 3 طيور في الطوسيل او 4 طيور في الطوسيل، 2 كيلو كتبقى حلوه. ايوا باكم العبدي هو ساير كيفطر، ما كاين على المخامر. ها المخامر وابت خويتي وابت حمري، والمخامر ها ديال القمح وفارينا، الله يخطينا البركه ديال البلاد. ومرحبا بكم معنا. وزيت العود مطحون على الناوره، ياك الناوره ديال الجمل، الله العظيم الا زينه كيكون بدل حتى اللون ديالو قسما بالله. مشيت ليه انا خديت منه، وصوني شي ناس من فرنسا تحيه لهم من هذا المنبر، حتى ما خديت ليهم منه، غنصيفط لهم ان شاء الله. ومرحبا بينا عندكم كاملين. طناجره هما كيطيبوا الدجاج كيف ما كتشاهدوا، اللي كتغلى فوق الفرن كنحطوها فوق الفرينه. ولالا توريه راها قدات الغراض القنيصات كيف ديما. ايوا مرحبا بكم. والحريره راه حنا باقا عندنا، قلبناها في هاد البريمه هكذا حيديتي تنغسلوه، كيزلق هاد البروس. ها انتوما الحريره حامضه ديال الفطور ديال العروسه. ومرحبا بكم عندنا كاملين. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا اللحم ان شاء الله، حنا باش درنا ليه العطريه باغيين يذبحوا ثاني خروف. الذبيحه ديال العروس جايه، باغيين يذبحوها كاك ضروري ما يذبحوها ويطيبوها للناس. قلنا لهم مرحبا ماشي مشكل. المهم درنا الطنجره ديال البكري باش نعاونوا بها. دير بنت خويتي خويا يما صافي. هنا غادي نشر من بعد ما درت العطريه، غادي نشر من هاد اللحم صافي بارك من الماء، غنشر من الوسط اللي قامه كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله. وها انتم معنا السمن. اليوم درت الثومه، ما درتش القرفه، درت البزار، درت الزنجبير، درت بسبيسه وقنقله، ودرت واحد النص ديال الحامض، وقبطه ديال القزبر المعدنوس دائما حاضره. كي كنقول لكم اللحم مره كنطيبو بالزهر، مره نطيبو بالحامض، مره نطيبو بالليمون. هذا هو باش كنطيب انايا اللحم ديالي. وتابعونا. وكندير سميتو زيت الزيتون، انا ما كنديرش الزيت الرومي في اللحم، كندير الزبده وندير زيت الزيتون، ولا السمن حار وزيت الزيتون. صافي هادشي اللي كندير، لان الزيت الرومي مع الشحمه ديال الشحمه اللي كتكون في اللحم كافيه في اليدام. ودابا سيرتو الحال بارد، اذا كان الزيت الرومي مع الشحمه دغيا اللحم كيجلج في الطباسل. هذا علاش انا كنفضل انني ندير زيت الزيتون والزبده. الزبده ما كتخليش اللحم كيجلج في الطبسيل، تخليه يبغي. انتم اللحيمات تبارك الله. والبصله ضروري. ايوا صافي دابا القاعة راه ما بناوها البارح بالليل الدراري باش غيفرشوها ان شاء الله. كاين النقافة، كاين الزوق، ما عرفتش بالضبط شكون اللي في الاجواق اللي جايبين. ايوا تابعونا. بالنسبة للدجاج ها انتم، الدجاج راه طاب، نزلناه بلا سلسلية. بالنسبة للدجاج هو طاب، حنا نزلناه باش يتسقطر، وتابعونا ان شاء الله. ايوا باكم العبدي، ما كاين على الخرادل ابد الحمري، هي وبت خويتي هادشي ها. وقالك عاد الدجاج مشوي، قلت لهم هي اللي ما تعاود. شدينا دوك جناوح، حرتي يا لالا وما عرفتي ما ديري بدوك جناوح، وكثروا عليك في الفريغو، كان عندك عرس جمعت لك 50 و60 و100 جنوح، ما عرفتي ما ديري بهم. يا اما ديري بهم النجيمات ولا طاجين بالخضره، ولا تعالي عند باك العبدي وريك اش غادي ديري لهم. زدنا عليهم واحد الفركوس كان مشرق من الجلده، حيدناها ليه ما غايتجمعش ما غنتنفعوش به، قطعناه بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا بحال هكايا. درت ليه الاقامه، جنيوحات ها هما كيف ما كتشاهدوا في خيضات، ذبحتهم بهذا الشكل. درت عليه شويه ديال الهريسه، شويه البزار، شويه ديال الملح، شويه ديال السكنجبير، السمن، زيت العود، البصله، القزبر والمعدنوس، واحد شويه ديال الكمون، واحد ريز ديال الثومه، ورقت هاد المكونات كامله في وسط هاد الجناوح وسط الدجاج. وبالنسبه للجنيوحات راه تما كيجيو بنان. ها انتما اش كندير لهم، كنفلحهم بالموس، كنحاول نثقبهم بالموس من هنايا بهذا الشكل
باش تجي داخله لهم ديك العطريه وديك الاقامه. الناس كاين بعض الناس كيديروا مثلا المطارد او سميتو مع هذه الحشوه، ولكن انا كنفضلها بالسمن. الا ما كنتوش كتقدروا على السمن ديروا المطارد، ما فيها باس، راه كتجي زوينه مشويه بخلطه طبيعيه. عندكم كاملين كل واحد عنده هذه الخلطه في داره، مرحبا بكم. نخلوها ترقد حتى نوصلوا الشوايه وبالرديلات، ومرحبا بكم. هنا بالنسبه للدغميره كيف ما كتشاهدوا ديال البصله، ها انتم كيف ما كتشاهدوا تبارك الله وصلنا بها يا سي راه طايح. الشوايه ديالتنا، الغداء ديالتنا كيفاش قلنا لكم، ها هويا رقدناه هنا كنشوي فيه. فوق الفاخر والبراد ديالتاي ديال الشعره ديال الصحراء هو هذا. مرحبا بكم معنا في هذا الطبق المتواضع، وكنتمنى تطبقوه وتجربوه وتردوا على باكم عزيز العبدي الخبار. مرحبا بخوتنا المغاربه فين ما كنتو. هنا بالنسبه للقاعه تبارك الله وصلى عندي كيف ما كتشاهدوا فين غادي يكون العرس، تبارك الله على النقافه القاعده ديالتها. هاد النقافه شكون؟ النقافه عزيزه. هذه هي النقافه عزيزه ديال نتينت اسفي، تحيه لها من هذا المنبر. راه اختنا قديمه معنا في الحرفه، ولكن ما بقيناش كنتلاقاو مع الجائحه ديال كورونا، ما بقيناش عرفنا بعضياتنا. ياك اللي عزيزه مرحبا بك. لا انا باقي نعرفوا بعضياتنا. لا لا يحاشمنا، الله ييسر الامور. توا باكم العبدي ها هويا بارز، باكم العبدي ما كاين على البرازه. تبارك الله على الاولاد. واش خدم هذاك مرحبا بك الدراري ديال الهزه؟ لا ماشي ديال الهزه، حنا للسربايه. للسربايه مرحبا بكم الدراري ديال الهزه. لا انا براني براني. شوف دريس ولاد السربايه، الله يحفظهم والله ينصرهم والله يعزهم. تبارك الله عليكم انتم، الله ييسر لكم اخويا. وباكم العبدي خارج يتشمش الحيد مني الميديتي، ها انتم كيفاش. الطبيعة تبارك الله وصل عندي. هاد الناس مالين هاد الدار راهم كيعيشوا في الميريكان، نفس التابعين ديالي العائلة ديال موالي العرس اللي انا خدام عندهم. ونتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم كاملين. تابعونا ان شاء الله في الاجواء ديالنا وفي المناسبه ديالنا حتى الاخر حتى نكملوا ان شاء الله. وشكرا على التفاعل ديالكم الدائم والتتبع الدائم ديالكم، والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم كاملين. ايوا هباكم العبدي، ها هو جماعة الدغميره كيف ما كتشاهدوا. اللحم بالنسبه لي راه طاب، الدفوع راه جاي، العروسه بدات كتحني. الدفوع كي قلت لكم ها هو جاي ان شاء الله. وتابعنا في المناسبه ديال تبارك الله على عم العروس النويويره، مرحبا بنا عندكم. وتابعنا ان شاء الله في هذه المناسبه بتخوت وريا نشرب راني وقحت. تبارك الله على خوتي المغاربه، مرحبا بكم، تنكمل ان شاء الله.
شاء الله دابا باش غادي نذبحوه وغادي نطيبوه للناس. ومرحبا بكم معنا حتى نهايه الفيديو. تبارك الله على السي مصطفى عم العروس القزار، الله يسخر العقوبه لبنياتك. يلا قدوا الغراض، خلوا الجميله كتسنى في بعطريسها. تبارك الله على القزار، الله يبارك فيك. الله يعز صنعه يا خويا، الله ييسر الامور. تبارك الله، اصلا عندي واللحم هنا كيف ما كتشاهدوا كنقطعوا فيه. هنا اللحم هو بعد ما قطعناه ان شاء الله غادي نصبوه كيف ما كتشاهدوا. واخا باقي جديد ما نشاش، ولكن اش بغينا نديرو، كلشي زين العطريه تصاوب كلشي. ومرحبا بخوتنا المغاربه. تبارك الله على القزار، نوي ويرة نوي ويرة. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا شحرت اللحم ديال الغلمي ان شاء الله. دابا باش غادي نمرقو ونسد عليه. الفراشة راه خدامة دغيا غيطيب. ساعة ديال المكان انا كثر غندير ليه البلاستيك من الفوق باش ترجع ليه بحال الكوكور. وتابعونا، الفراجة يلاه بدات، العرس يلاه بدا، يعني غنجو معاهم قد قد. حولي صغير غيرتني ما نخافش منه. وتابعونا هانتوما. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله عندنا 14 حطه، عندنا 14 حطه ديال الدجاج. ونتمنوا الفيديو، الله يحفظكم اولدي، الله يحفظكم. تابعونا تنكمل ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال التمصيل ديالنا ديال اليوم. هانتوما وهباكم العبدي غادي مع الوقت باش مشور باش ما عطى الله. دفعنا اليوم الدجاج، ابقى على اللحم. مرحبا بنا عندكم، العقوبه العزري فيكم، واللي مجوز شي حاجه واللي وليداتو كبار ان شاء الله نفرحوا بهم. انتوما فين هو هذاك؟ العظم. تحية لخوتنا المغاربة في مكتوب، وما تنساوش تشيروا بيا اثيوبيا الباكستان مدغشقر، هاي كاع الدول اللي طاح لكم على بالكم، كاين على البارطاج ولابوني والبصمة، ما تنساوش داك الجيم اللي الفوق ماشي اللي لتحت، باش الله يجعل لكم في الميزان الحسنات. تحية لكم كبيرة إن شاء الله، وتابعونا حتى نكملوا المناسبة ونمشيو إن شاء الله على وليداتنا. والله يثبت الغرس المالي العرس، والله يجعل لهم كل شيء بارك مسعود ولجميع المسلمين كاملين إن شاء الله. هنا بالنسبه للشكل النهائي ديال الطبق ديال الغلي ديالنا ديال اليوم هو هذا. ومرحبا بكم معنا ان شاء الله. راه مازال غادي نفينيو ان شاء الله ونصحو الطباصل، حنا غير بغينا نشاركو معكم الاجواء. انا باقي ما كملتش الحطان. ومرحبا بكم والف مرحبا بخوتنا المغاربه اينما كنتم واينما ارتحلتم. وتحيه لخوتنا المغاربه في ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وتحيه كبيره وشكرا جزيلا على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه. والله يحفظكم كاملين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد إن شاء الله في قناة الطبخ مع عزيز العبدي.